لغة الإشارة نعرف أنها يعني ممكن تكون تختص لذوي الاحتياجات الخاصة أو لكبار السن، ولكن أن تكون هذه اللغة للأطفال والرضع، هذا اللي راح نعرفه في هذه الفقرة مع ضيفتنا اللي نمسي عليها بالخير، الأستاذة الناشطة في لغة الإشارة للرضع الأستاذة دعاء الإدريس. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. يعافيك. قبل أن نبدأ الحوار معك عندنا تقرير نشوفه ونرجع إن شاء الله إلى حوارنا، خلينا نشوف التقرير. لا تكاد تمر فترة وجيزة على ولادة الطفل حتى يبدي مجموعة من العلامات والإشارات تؤكد أنه يشعر بمن حوله ولا سيما الأم. وقد أكدت الدراسات والتجارب بهذا الشأن أن الطفل يولد مزودا بقابليات للتواصل والنمو اللغوي، وما على الأهل إلا المبادرة في تفعيلها وتنميتها ليغدو الطفل طليق اللسان في السنوات الأولى من عمره، يعبر عما يريده ويحس به. وهذا ما دعا إلى إعادة النظر في الإشارات النطقية للطفل وإعطائها الأهمية التي تستحق من حيث قدرتها على تنمية القابليات اللغوية والحركية وإثرائها، كي يتم وضع الطفل على المسار الصحيح لاكتساب اللغة بشكل مبكر وتجاوز عيوب النطق المختلفة. أستاذ الدعاء، بعد ما شفنا التقرير ايش المقصود بلغة الإشارة للرضع والأطفال، وهل هذه اللغة تختلف عن اللغة اللي نعرفها يعني كلنا اللي تختص بذوي الاحتياجات الخاصة أو بكبار السن؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لغة الإشارة للأطفال هي عبارة عن وسيلة تواصل بين الطفل وأمه وأبوه أو أي كان أهل حوالينا. نعم، هي إشارات بسيطة يستخدم فيها الطفل إيده يعبر فيها عن حاجة معينة أو أي مفهوم معين هو في باله. هل تختلف عن لغة الإشارة اللي يستخدمونها لمجتمع الصم؟ هنا يعتمد إحنا شنو نختار بلغة الإشارة. في ناس ممكن يلجؤون للغة الرسمية للصم والبكم، وفي ناس ممكن يختارون إشارات عشوائية هم يبتكرونها بينهم وبين بعض في بيتهم حسب ما هم يشوفونه مناسب. لكن أنا أفضل أن نستخدم لغة الإشارة الرسمية بحيث أن يكون عندنا مرجع نرجع له إذا بغينا إشارة جديدة، كلمة جديدة، نعرف يعني من وين نجيب معنى هذه الكلمة. هذه اللغة يعني لغة الإشارة للأطفال والرضع معتمدة، تدرس؟ هي تدرس طبعاً برا، وهي مو شيء جديد ومستحدث، تقريباً صار له يدرس كدراسة من نقول الثمانينات. ما شاء الله، يعني تقريباً 30 سنة. أي بس يعني توه خلال السنين الأخيرة اللي بدأت تقريبا المفهوم منتشر في حضانات برا في أمريكا. يعني بدأ ينتشر المفهوم أكثر من أول. نعم، شنو أهم الفوائد اللي يعني نستفيدها من لغة إشارة الأطفال؟ إحنا قلنا هي وسيلة تواصل. فلما الطفل، شنو حاجات الطفل الأساسية؟ خلينا نقول إنه يشرب حليب، إنه مثلا يبي ينشال، إنه مثلا يبي يأكل بعد. فإذا الطفل قدر يوصل لك هذا المعنى بإشارة بدال الطريقة التقليدية اللي هي البكاء. نعم، خلينا نقول هذه الفائدة الأولى، بكاء أقل. اليوم ما نعرف الياهل إلا إذا بكى. إلا إذا بكى. إذا بكى الأم شوية تجرب كذا شغلة عشان توصل للي الطفل يبي، تعطي حليب، تغير له بامبرز، لين توصل للهدف اللي يرضي هذا الطفل. فخلنا نقول هو بإشارة واحدة احنا فهمنا هو يبي الحليب او يبي ينشال او يبي امه او يبي، فنلبي احتياجاته اكثر. فقلنا اول شيء هي بكاء اقل، ثاني شيء علاقة اقوى، رابط اقوى بين الام والطفل. ليش؟ لان انا اقدر افهمه في لحظة، فالطفل يحس بالثقة، يحس بالامان، ان انا ادري ما احتاج ابكي عشان امي تفهمني، امي راح تفهمني في يعني بشكل اسرع. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة متعة أكثر. الياهل شنو يعني، خصوصا الطفل رضيع في عمر 6 شهور، أكثر شيء يهمه اهتمام أمه وأبوه، يبي الـ one-to-one attention، إنه يكون الاهتمام مركز له. فلغة الإشارة عشان شوي نعلمها للطفل لازم أجابله ويجابلني ويكون تركيزي كله مركز عليه. يستوعب الطفل، يفهم هالإشارات، إنه تركز براسه، فيعرف إنه إذا أبي أكل
اسوي الاشاره في الام اذا انا تعبان. راح نتكلم لان فيها شوي شرح طريقه شلون اعلمه هو جدا يستوعب. لغه الاشاره هي شنو تعتبر؟ نفس النافذه لعقل الطفل. ليش؟ لان تدور في عقل الطفل اشياء كثيره، لكن يا ريت نشرحها. ما هو مو عارف يعبر عنها، يعبر عنها بشنو؟ البكي. بس لانه هو فاهم، فلما نمشي معاه في اسلوب تعليم لغه الاشاره لما يبدي يتعلمها راح، والدليل انه فاهم، راح يربط الشغله في الاشاره فيطلب حسب احتياجاته. نعم، تكلمتي عن تاريخ يعني الاشاره، قلتي من الثمانينات. هو تاريخ قديم ولا من الثمانينات بدا الاهتمام فيه؟ لا، لكن موجود من قبل. تاريخ لغه الاشاره اول واحد يعني بدا في مفهوم لغه الاشاره كان في القرن التاسع عشر. كان دكتور ويتني، هو متخصص لغه يدرس في جامعه ييل. كان متخصص في اللغه، وكان حوالينا كثير من اصدقاء من فئه الصم. فلاحظ ملاحظة أن هذول الأطفال يتواصلون مع أهاليهم وايد أبكر من الأطفال الطبيعيين. إحنا متى أول ياهل يبدي عندنا ينطق نقول أول كلمة؟ قريب السنة. صحيح. ينطقها بمفهومها قريب السنة، لكن أطفال الصم يقدرون يتواصلون مع أهلهم من عمر 6 شهور وبسهالة، وهذا هم متعودين عليه. مع أن في بيت ممكن يكون الأم والأبو من الصم، فالبيت يكون هادي وساكن. أيضا شاف أن هم قادرين يتكلمون بنفس مرحلة الأطفال العاديين. بعدها في آخر السبعينات يعني الدكتور جوزيف غارسيا كان في أمريكا، وهو هم متخصص في لغة الإشارة الأمريكية الـ ASL American Sign Language، وهني كمل المشوار. من القرن التاسع عشر ما كان في أي ملاحظة بعدها لآخر السبعينات. كمل المشوار بعده أنه لاحظ ملاحظة ثانية، أن الأطفال ظلوا متفوقين لغويا على الأطفال اللي يأشرون، أطفال الصم، على الأطفال اللي يتكلمون. لكن بشكل عام نقول أن المتخصصين في هالإشارة للأطفال هم أساسا مهتمين ومتخصصين في لغة الإشارة بالنسبة للصم والبكم، عدل؟ هذه البداية كانت كذي، لأن كنا ما نشوف الإشارة غير في مجتمع الصم والبكم. نعم. لكن بعدها في آخر الثمانينات كان في دكتورتين، في بروفيسورتين في جامعة كاليفورنيا سان دييغو. نعم. اهتموا في هالموضوع وايد وكملوا مشوار دكتور جوزيف غارسيا، وأخذوا منحة من ناشونال إنستيتيوت أوف هيلث NIH اللي هي عطتهم منها أساس يعملون أبحاثهم ودراساتهم، اللي بعد طلعت لنا الفوائد اللي ذكرناها مساء. من ضمن الفوائد معدل ذكاء أعلى للأطفال بمعدل 12 نقطة. شلون صار معدل الذكاء هذا أعلى؟ شلون؟ لغة الإشارة للأطفال تنمي مهارات عقلية فكرية، مهارات المنطق. هو بالنهاية الطفل شنو قاعد يسوي؟ يفكر رموز. انت لما تسوي اشاره مخه قاعد يترجم هذه الاشاره الى معنى، بما انه ما يتكلم يعني ما يتكلم، فهو يفسر هذا الرمز. هذا التفسير شنو يخليه قوي في شنو؟ في القراءه. لان القراءه فيما بعد هي عباره عن شنو؟ يقرا حرف اللي هو رمز ويترجمه الى صوت. هذا بالتالي يعني هم يعطي درجات في التحصيل العلمي افضل. ينمي عنده حل المشاكل، ينمي عنده أهم نفس الشيء فوائد تعدد اللغات. إحنا كلنا تعدد اللغات له فوائد عقلية وفكرية كثيرة للطفل، فهي تعتبر لغة إضافية له. يعني نفرض الطفل اللي يتعلم لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة الإشارة تعتبر لغة ثالثة. نعم. تعدد اللغات ينمي عنده الذاكرة قصيرة المدى، تكون عنده أفضل، يكون عنده الإكزيكتيف فانكشن اللي هو المهارات المتعلقة في المنطق والتحليل وحل مشاكل افضل. نعم. فهذا كله ينجمع لمعدل ذكاء اللي هو الاي كيو اعلى. لكن يعني استاذه دعاء، اذا كنت بتوصل هذه المعلومات او تبي تنجح مع الطفل من خلال لغه الاشاره بحيث انه يستوعب منك صح ويتعود عليها وياخذ عليها، شنو اهم الخصائص والسمات اللي لازم يتحلى فيها الشخص اللي قاعد يعلم هالطفل، يعني سواء كان الاب او الام؟
أول خاصية طولة بال. هذه يعني اللي قليل من الناس للأسف يعني. لا الموضوع مو فيها صعوبة، في من باب لغة الإشارة، لأنه ما يأخذ منه وقت، هو بس يتطلب منه تكرار. يعني أنا أختار مثلاً 3 إلى 5 إشارات أكررها بشكل كبير خلال اليوم. يعني مثلاً الطفل يشرب حليب يعني وايد خلال اليوم، فلما أختار إشارة حليب راح أكررها عليه مع أداء الفعل مثلاً خلينا نقول 8 إلى 10 مرات خلال اليوم، قبل وأثناء وبعد الفعل. يعني قبل لا أشرب الحليب، أثناء ما أشرب الحليب، وبعد ما أشرب الحليب. لين تتركز عند المعلومة أن هذا الحليب، هذا الفعل بغض النظر شنو هو، متصل في هذه الإشارة، في الحركة، في هالحركة. يعني ما أقدر طبعا ما أسويها بطريقة عشوائية، ما عندي حليب وأشر لحليب لأنه ما راح يربط. زين. فلازم أثناء الفعل. فأنا كأم أختار إشارات تتكرر علي خلال اليوم، مثلا تغيير البامبرز، الماي، الأكل إذا يأكل، إشارة بعد أو المزيد أو مور، وايد الطفل يحبها لأنه يستخدمها في كل شيء. مثلاً قاعد يلعب، تلعب معاه، أبي ألعب بعد، أبي أكل بعد، أبي أتسبح بعد، يعني whatever. صحيح. فتختار إشارات تتكرر خلال يوم، هذا التكرار يرسخ عند الطفل معنى هذه الإشارة. ثاني شغلة غير التكرار، التشجيع. لما أشوف الطفل بادي بوادر للإشارة، ضروري أني أشجع. شلون؟ أني أعترف في قدرات، أعترف في محاولاته. يعني أقول له معنى الإشارة اللي هو أشار لي إياها، أقول له صح هذه حليب، ممتاز، أصفق له مثلاً، أصفق له، أبين له بابتسامتي. بالضبط، الياهل وايد يحب مثل ما إحنا نبذل مجهود عشان نضحكه ونرسم على الابتسامة، هو وايد يفرح أنه هو يكون سبب ابتسامتك أنت. فلما يشوفك مستانس لأنه هو سوى هذه الإشارة، يحس بإنجاز عظيم. هذا التشجيع. تشجيع الأهم منه أن نلبي طلبه. إنزين. خصوصاً خلنا نأخذ تلبية الطلب. أي. وهو اللي أهم من التشجيع. أهم. أي. بعد هذا الفاصل. الفاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نستكمل حوارنا في هذه الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة مع الأستاذة دعاء الإدريس، نتكلم عن لغة الإشارة للأطفال. أستاذ دعاء، تكلمتي عن أهم الخصائص، وكان آخر خاصية حبيت تتكلمين عنها تلبية الطلب بعد التشجيع. شنو أهمية تلبية الطلب عند الطفل؟ هو الطفل ليش جاي يأشر لك من الأساس؟ يعبر عن حاجة، يبي شغلة منك. نعم. يبي تسوي له شيء. كافئني يعني. كافئني بالضبط. هو يعان مثلا او اشر لك حليب، ضروري خصوصا في البدايه، في بدايه يعني اول ما يبدي اشر لنا. نعم. ضروري حالا اقوم واعطيه الحليب اللي هو يبي. ليش؟ عشان يحس انه في مقابل. اذا هو اشر وانت ما اعطيته اللي هو يبي، راح يحس ان اشارتي ما منها فايده، انا ليش يعني الاشاره هذه ما سوت لي نتيجه. نعم. فتفقد معناها يعني بالنهاية، هو قاعد يعبر عن حاجة احنا نبي نلبي له احتياجه هذا. فضروري خصوصا في بداية تعليم الإشارة معينة، ان متى ما طلبها نلبيها فورا. نعم. في بعد من الخواص ولا بس هذين الثلاث؟ قلنا شنو التشجيع، وقلنا تلبية الطلب، طولة البال طبعا لان شوي الموضوع ياخذ وقت. في شيء رابع بعد؟ الشيء الرابع اللي هو المتعة. يعني طبعا هو مو تدريس، احنا مو قاعد ندرس. صحيح. الموضوع يصير يعني بطريقة لعب وناسة للطفل بحيث يتحمس للشغلة يعني. نعم. شو المراحل اللي يتعلم فيها، واهم المراحل بالعمر اللي يقدر الطفل، مو الطالب، كنت بقول الطالب انا، الطفل يتعلم فيها لغة الإشارة؟ هل يعني من سن 6 سنوات، 6 أشهر آسف، وفوق، أو سنة، حسب الطفل نفسه؟ لا، مرحلة العمر تعتمد على هدفي أنا. بالنسبة للتعليم أنا أقدر أعلمه في أي عمر كان، من أول ما ينولد لا عمر 2 وأكثر. لكن أنا شنو هدفي؟ ليش أبي أعلمه؟ إذا أنا هدفي أن أنا أبي أتواصل مع طفلي في
أقرب وقت ممكن في أصغر عمر، كل ما بتشرت أحسن. بس أحط في عين الاعتبار أنه إذا مثلاً علمت طفل رضيع في عمر جداً صغير، مثلاً نقول 3 شهور 4 شهور، لما يبدي يطالع يركز معي، أتوقع منه الموضوع يأخذ شوي وقت، يعني 2 شهر 3 شهور، يعني بعمر 6 شهور يعطيني نتيجة. 6 شهور يبين إذا معه. إذا مثلاً بلشت معه 4 شهور، بعمر 6 شهور 7 شهور ممكن يعطيني بس نتيجة. يختلف من طفل لطفل، وشنو العوامل المساعدة بالنسبة للطفل؟ كثرة التكرار مثل ما قلنا، حسب أنا إش كثر ملتزمة في تعليم الطفل، إش كثر. لا أقصد العوامل المساعدة بالطفل نفسه. بالطفل نفسه طبعاً في أطفال يكونون جداً مهتمين ومركزين معك ويطالعون الإشارة، أصلاً الإشارة تضحكهم يعني يفرحون فيها. ويعني يحسون كأنك قاعد تلعبه فيركز معك. في اطفال يكونون ابدا مو مهتمين، بس مو معناته ما راح يتعلمون. كبر راسه، هذا ما له خلق يعني. اي في اطفال يكون يعني مخه مشغول في اشياء ثانيه، مهتم لاشياء اخرى، بس مو معناته ما راح يتعلم، بس يحتاج وقت اطول. بس خلينا نقول انا مثلا ولدي عمره سنه وتوني اكتشفت لغه الاشاره الاطفال وحاب اني اجرب، هل تو ليت يعني تاخر الوقت؟ لا ما تاخر، بس مرة ثانية يعتمد لهدفي. احنا بالبداية قلنا هي وسيلة تواصل. فأنا أشوف طفلي هو في عمر السنة، في أطفال يكون تواصلهم جدا قليل وبسيط، يعني يدوب قادر يقول له كم كلمة، أو مو أصلا على طول يبكي مو عارف يعبر. صحيح. في هالحالة ممتاز أني أعلم لغة الإشارة الأطفال، راح تكون جدا ممتازة في تحسين التواصل ويعدل يعني يسرع عند النطق والألفاظ. نعم. إذا كان طفلي قادر والله يتواصل وبسهالة والحياة حلوة معنا وما عندنا مشاكل، ما تحتاجين. بس يمكن مثلا أنا مو بس أبي تواصل، أبي الفوائد الثانية، أبي يكون أذكى، أبي يكون هو مستمتع فيها، أبي يكون عنده ذكاء عاطفي وجداني، إنه هو واثق من نفسه لأنه هو قادر يتواصل في طريقة ثانية غير عن الكلام. ممكن أستخدم حتى لو هو قادر على التواصل لأنه لها فوائد ثانية. فيعتمد أنا هدفي شنو أبي. طبعاً بعمر السنة ما راح يأخذ مني 2 شهر، يمكن بأسبوع يتعلم الإشارة. ويعتمد بعد على الطفل مثل ما قلتي بأنه مهيئ أنه يستقبل بصورة سريعة، ولا من اللي مكبرين راسهم يعني يمكن مشغول بأشياء ثانية. صح. والعمر بعد لا ننسى عمر المهارات الحركية في اليد لعمر 6 شهور تختلف عن سنة، فعشان كذي سنة ممكن يتعلم بصورة أسرع من طفل بعمر 6 شهور توه بادي يتحكم في إيده ويعرف شلون يوصل لك إشارة. نعم. شنو تفسرين ندرة هالمجال بالكويت، وحتى يعني كثقافة أعتقد يعني غايبة بشكل كبير على الأمهات إنهم يعتمدون على لغة الإشارة مع أطفالهم؟ صح. ندرة لأن مصادر معلومات ما في كافية باللغة العربية. كل مصادر المعلومات عن لغة الإشارة للأطفال بالذات كلها إنجليزية. فهذا وايد طبعا عائق كبير للامهات اللي مو زود مع الانجليزي او ما تعرف تقرا او ما تبحث بالاساس فيه. هالشيء ما خلاش تفكرين ان انت تسوي لو كتيب صغير؟ انا بلشت في الامهات. انا عندي حاليا اكاونت في الانستغرام توعوي في عن لغه الاشاره للاطفال، واساعد فيه الامهات وموصله فيه كل المعلومات اللي اقدر اوصلها باللغه بالعربي، خلينا نقول بالكويتي. شنو الاكاونت علشان بعد يمكن يستفيدون الامهات منه؟ parenthood_kw. نعم. كتيب لحن صراحه ما فكرت، بس يعني هذا اللي خلاني افتح الاكاونت من الاساس، السبب انه كان في ماكو مصادر عربيه كافيه، زائد احنا شوي مجتمع نخاف من اي شيء جديد وغريب شوي، ونخاف شوي نطبقه على عيالنا ما ندري شنو النتيجه. او يعني هذا اللي خلاني بعد اعرض فيديوهات عيالي في اكاونتي، مو بهدف شيء ثاني غير انه مرات لما اشوف فيديوهات لاجانب او يعني امريكان نقول ما عيالهم يعني طبيعي يتعلمون عادي، عيالنا غير. لا عيالنا مو غير. هذا الفكرة احنا دائما محطين نفسنا يعني. صح. عيالنا مو غير ابدا، مو اقل ذكاء ولا اقل فطنة لو احنا نتعامل معهم في نفس الاسلوب. نعم. لكن هل لغة الاشارة للطفل وهو صغير وقبل لا يتكلم ممكن يكون لها اثار لقدام بالنسبة لانه يكون عنده صعوبة نطق بانه تعود على الاشارة بشكل كبير؟ هل في دراسات في هالموضوع؟ وايد انسأل هالسؤال، ولان وايد يخافون الامهات انه ولدي تعلم يأشر لي ما راح يحتاج يتكلم. لا. فليش اصلا يتشجع انه يتكلم؟ لا بالعكس، لغة الاشارة للاطفال اثبت الدراسات تتسرع النطق. اول شيء خلينا نقول دراسة بعدين نشرح ليش تسرع. نعم. في دراسة مثل ما قلنا مساعدة ان الـ NIH
حددت منحة إنه يسوون دراسة عن فوائد لغة إشارة أطفال. جابت مجموعة أطفال في عمر 11 شهر. مجموعة ألف كانت متعلمة لغة إشارة الأطفال، ومجموعة باء كانوا أطفال عاديين. في هالعمر بعمر 11 شهر شافوا أن مجموعة ألف متفوقة على مجموعة باء لغوياً. كانوا قادرين يقولون بعض الألفاظ وبسهولة يتواصلون مع أهلهم. اللي هم تعلموا لغة الإشارة. اللي متعلمين لغة الإشارة. يوهم بعدين في عمر 3 سنين شافوا يوهم بعدين في عمر سنة ونص سنتين شافوهم إنه للحين هذا التطور موجود بنسبة 3 شهور، يعني كنا مجموعة ألف أكبر من مجموعة باء ب3 شهور. استمر هذا الأدفانتج اللي هو التطور بين المجموعتين لعمر 3 سنين 5 سنين وثمان سنين. لعمر 8 سنين الطفل اللي يتعلم لغة إشارة أطفال يكون منطلق أكثر لغوياً من الطفل العادي. ليش؟ إحنا نعرف الطفل شلون يتعلم لغة، شلون يتعلم الكلام. شلون؟ من كثر ما يسمع أهله يسولفون، من كثر ما إحنا نتواصل معه، نقعد معه، يعني نسولف معه، مو بس نسولف حوالينا. طيب لما نيحق لغة الإشارة، أنا علمت، نفرض علمت ولدي كذا إشارة ومتمكن منهم. زين. الطفل متى ينتبه لكلامك أكثر؟ متى يركز في ألفاظك أكثر؟ إذا كان الموضوع هو هامة، موضوع هو حابه، يعني لنفرض هو حاب السيارات، لما تسولف عن السيارات راح يركز في حوارك أكثر من لما أنت تسولف عن شيء يعني هو أبداً أصلاً ما يدري أنت إيش قاعد تقول. طيب لغة الإشارة للأطفال، خلنا نتخيل موقف مثلاً، أنا قاعد أشوف فيلم وفيلم في خلفية الفيلم مرت قطوة ولا مر حيوان أيا كان، أصلاً أنت ما لفت انتباهك، لكن لفت انتباه هذا الطفل لأنه هو هذا اهتماماته. في الوضع العادي ممكن يحاول يعبر لك في ألفاظ معينة، يحاول يناديك، بس هو مر والسلام وأنت راح عن بالك ومر الموقف مرور الكرام، يعني هو الطبيعي. لكن لو الطفل يعرف هذه الإشارة راح يأشر لك وراح تفهمها على طول، فراح يبدي فيه، راح تفتح أنت الحوار معه. إيه نعم هذه قطوة، القطوة مثلاً صوتها كذي، إحنا نحب القطوة، والقطوة وين نشوفها؟ هذا الحوار كله راح يكون منتبه معاك درجة كبيرة. وأنا وايد حاشتني دائماً يبي الشيء اللي يحبه يركز معاك ويستفيد منك ياخذه. وإحنا دائماً لما نعلم لغة الإشارة دائماً نقول الكلمة. يعني مو بس نعلم الإشارة بهدوء، لا، نقول الكلمة مع الإشارة، فهو يربط النطق مع الإشارة. فدائما هو لما يحاول يعبر لك بإشارة راح يحاول يقول كلمة معها. نعم أستاذة دعاء، أمانة يعني استمتعنا معاك من خلال هذه الفقرة اللي نتمنى أن الأمهات اليوم يستفيدون منها، وهذه يمكن سهل عليهم كثير من الأشياء بالتعامل مع أبنائهم الأطفال اللي أصلا هم ما يتكلمون وما يعبرون عن الشغلة اللي يبونها أو اللي حاسين فيها. شو الرسالة اللي توجهينا اليوم للسبيل بزيادة الاهتمام في هذا المجال الجميل والمؤثر؟ أقول حق كل أم هي حابة تتواصل أكثر مع طفلها، يعني إحنا في وايد عندنا معتقد إن كاننا كلنا يعني عشنا في وضع معين، ليش نغير؟ بس دام شيء يطور في طفلي، يطور من مهاراته، مو بس للتواصل، لذكائه، لفطنته، تحسين نطقه وألفاظه حتى مستقبلاً وفصاحته في الكلام. ليش لا؟ بالعكس، وأبحث وأدور، وإذا ما في مصادر إنجليزية في عندنا برامج الترجم، وإذا ما في في أكاونتات توعية كثيرة. فيعني حلو أن إحنا نجرب حتى لو كان شيء جديد وغريب علينا. نعم، نأخذ بس قبل نهاية الحلقة أكاونتك مرة ثانية. parenthood_kw. والسبيلينج بعد علشان. parenthood_kw. كل أم عندها طفل صغير حابة أنها تتفاهم معاه بلغة الإشارة، بعد الأكاونت موجود تستفيد وايد في هذا الموضوع اللي نتمنى فعلا تثقف فيه كثير من الأمهات. أشكرك جدا أستاذة دعاء مرة ثانية، على أمل نلتقيك إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم، كل الشكر لك. يعطيك العافية. مشاهدينا نشكركم أيضا على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم، مع السلامة.